اليوم بنتكلم وصفتنا المعروفة في دولة الإمارات اللي هو الثريد. أوكي. طيب شيف، بالنسبة للوصفة هي وصفة فيها ما شاء الله هالمرة شفنا مكونات طيب كثيرة. ممكن نتكلم عنها. المقادير نحنا للثريد عنا الزيت النباتي، البصل، الفلفل، الذرة، الكوسة، معجون الطماطم، الزنجبيل، الثوم، صوص الطماطم، طبعا الخبز الرقاق الإماراتي، البطاطا، الباذنجان، طماطم مفرومة ناعمة، ملح، دجاج، إضافة للتوابل الموجودة عندنا، الكمون والكركم والقرفة، القرفة والكاري. هي بهارات تقريبا كمكس، يعني بهارات يعني هو يعتمد على حسب طبيعة الشخص اللي استخدام للبهارات. تمام. عندنا البهارات الحارة شوي تجي تشيلي باودر والكمون. الكمون. بس بالنسبة للبهارات العربية، بما أنها هي يعني طبعا وصفة إماراتية هاي اللي بتخبرنا عنها والثريد الإماراتي، فدائما نلاحظ أن البهارات العربية لازم تكون موجودة من ضمن المكونات. أكيد أكيد. هي اللي بتعطي الطعم. أيوة الطعم العربي. نعم. خلينا نبلش بالبصل، نحط معلقتين زيت نباتي طبعا. كل ما استخدمنا الزيت النباتي افضل طبعا من اي زيوت ثانيه، لان خاصه في تحميصه الاشياء هاي كلها مثل البصل الخضروات أكيد. وفي نفس الوقت يعني تعطينا سعرات حراريه اقل عن المطلوب، بالتالي الانسان اللي حاب انه يسوي هاي الوصفه كل ما استخدم الزيت كميه بسيطه كل ما كان افضل. مثل ما عرفنا ان البصل طبعا معروف انه فيه مضادات اكسده جدا عاليه، وبالتالي فهي تعزز من مناعه الجسم للاشخاص وصحي، يعني دائما تخلي الوجبه الرئيسيه صحيه باستخدام البصل والثوم، فهي فيها يعني ترفع المناعه اكثر. اكيد. نضف الثوم هنا شوي، حطينا الثوم والزنجبيل. الزنجبيل اكيد فوائده كمان. الزنجبيل عنده فوائد، من ضمن الفوائد ايضا هي غير انها ترفع المناعه في مضادات اكسده، كذلك مهمه للجهاز الهضمي، لان المكونات الموجوده فيها او المركبات الموجوده فيها صحيه، واستخدامها في بعض الاطعمه تعطي حتى نوع من النكهات القويه اللي تساعد على ان تفتح الشهيه للشخص. ايضا في بعض المركبات الموجوده فيها انها تساعد على القضاء على الجراثيم والبكتيريا الموجوده في المعده، فتلاحظ ان استخدام الناس لهاي اللي هي الزنجبيل ممكن يكون لقضاء على البكتيريا والجراثيم الموجوده في المعده. بنكفي البصل والثوم أوكي. على النار، بنضيف الدجاج. طبعا في ناس بتفضل تسلق الدجاج على جنب وتستخدم ميته وتاخذ الدجاج، انا بحب استخدمه على طول. ايوه عشان بعد يعني زفره الدجاج تكون من ضمن. أيوة. نكهه الدجاج بالاكل. اوكي تمام. في بعض الاشخاص الثريد بعد يستخدم فيها اللحم، ممكن يكون اللحم استخدامنا للحوم على حسب الرغبه، بس بعد يعني في النهايه البروتين جزء اساسي من الوصفه، والجزء الاساسي ايضا من الوصفه بعد الخبز. نعم، الخبز المرقوق خبز الرقاق. الرقاق هو اساسي طبعا بوجبه الثريد، بالاضافه للخضار المتواجده عندنا. طبعا كل براد بالبيت موجود، الجزر والكوسه البطاطا، شيء بيكون موجود او شيء ممكن نحن نبدل يعني حسب الموجود. طيب طيب لين ما تحمص تقريبا كم دقيقه يبغي لها؟ يعني فكره بسيطه. تقريبا 5 دقائق في الدجاج، بعدين نبلش يغلي كله مع بعضه. اوكي. بالنسبه للثريد او اللي هو متعارف عليه في دوله الامارات العربيه المتحده، ايضا في بعض الشعوب لها عده مسميات، من ضمن المسميات موجوده مثلا في بلاد الشام او في فلسطين وسوريا يسمونها الفته او الفته. بالنسبه لبعض الشعوب الثانيه مثل العراق يسمونها الفتات. فتات. ايوه. اما بالنسبه لليبيا تسمى المثرود، يعني قريبه من الثريد. في النهايه يعني نفس الشيء، بعض الشعوب بعد تسميها التشريبه، او يعني كانه تشريب السوائل هذه للخبز نفسه. ايوه تشرب الخبز. فلها عده مسميات بس في النهايه نفس الطريقه، وبس المكونات تختلف على حسب مواسم الخضروات، على حسب متوفر في البيت. يعني الحلو فيها ان نقدر نستخدم فيها اي شيء من اي نوع من الخضروات. فينا نضيف الطماطم هنا. ايوه الطماطم طبعا هاي بتعطينا شيف سوائل عاليه. نعم. لان سائل الطماطم ولا تعطينا مثلا نوع من
السوائل بحيث انه تلين الدجاج، وفي نفس الوقت الطماطم لها مثل ما نقول سعرات حراريه قليله، لكن فوائد جدا رائعه من ناحيه الالياف الموجوده فيها والفيتامينات والمعادن الموجوده فيها. نقدر نضيف هلا التوابل اللي عندنا؟ طبعا عندنا عده توابل هنا، تختلف التوابل على حسب ال نتكلم عنها شويه. شوي ضفت الكاري، ضفت القرفه المطحونه. طبعا فوائد القرفه المطحونه تعد ولا تحصى. صح مظبوط. شوي كمون. طبعا هاي البهارات بالنسبه للناس اللي ممكن يستخدمونها بهارات ممتازه للاشخاص مثل الناس الطبيعيين، لكن الناس اللي هم عندهم مشاكل شويه في ضغط الدم ممكن شويه يخففون من الاملاح، خاصه في الفلفل اذا كان استخدامهم عالي. لكن اصلا الفلفل بعد يستخدم لتنشيط العصاره في المعده، عصاره المعده لانها تنشطها، فاستخدامنا قليل منها تنشط العصاره. في رمضان ممكن نستخدم هذا الفلفل او الكميه البسيطه من الفلفل بحيث انها تساعد على مثل ما نقول زياده في افراز العصار، وبالتالي الهضم يكون هضم جيد للاطعمه هاي، خاصه ان احنا احتوينا في هاي الوجبه كميات كبيره من الخضروات. نعم. نكفي اضافه التوابل، نضيف شوي الفلفل الحار بس ما نكثر. هي ما نكثر الفلفل الحار. شيء بسيط يعني. تمام. وشوي من الكزبرة اليابسة، الكزبرة الناعمة طبعا شيء بسيط. تمام. بالنسبة للكزبرة أيضا بعد لها فوائد حلوة للناس اللي عندهم نفخة في المعدة، اللي عندهم غازات وانتفاخات، ممكن إضافة الكزبرة هذه دائما في وجباتهم عشان تخفف من مشاكل الانتفاخات في المعدة. نبلش نضيف صلصة الطماطم. صلصة الطماطم المطحونة جاهزة عندنا. ممكن تكون طماطم فريش يعني، ممكن تنطحن على الخلاط، وممكن تصير في ممكن تجي علب جاهزة حسب الموجود في البنزين. طيب شيف، احنا ضفنا بعد القرفة هنا، والقرفة لها فوائد. من ضمن فوائد القرفة هي التنشيط للجهاز الهضمي، لأن فيها نوع من المركبات اللي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي. أيضا القرفة مهمة أيضا في تحفيز ثم نقول رفع المناعة، فيها نوع من المركبات تساعد على تقليل اللي هو الكوليسترول عند بعض الأشخاص، اللي هو رفع اللي هو الكوليسترول النافع وانخفاض الكوليسترول اللي هو الضار. طبعا نضيف شوي من الماء. طبعا معروفه وجبه اللي هو الثريد بالنسبه للتشريبه لازم تكون سوائل فيها كميات كبيره، صح؟ كمية تكون كافيه وتكفي الخبز. الخبز اللي انا بضيفه. طبعا نضيف انا صلصه طماطم، صلصه معجون الطماطم، ملعقه صغيره ما بدنا كثير. ممكن في بعض الاشخاص يستغنون عن الصلصه، تستغني عنها لان البهارات والطماطم اللي هي اعطتها كثافه واعطتها بعد نوع من اللمسات اللي هو اللون البرتقالي اللي هو معروف عليه في الثريد. هلا بنقدر نضيف الخضار كلها عشان تتشرب كلها وتستوي مع بعض. نضيف البطاطا. في ناس ممكن تكون عاملتها اذا تكون سالقتها على جنب البطاطا والكوسه والجزر وممكن يضيفوها، بس انا افضل انه كلها تكون مع بعض عشان تاخذ طعم ممتاز. طبعا بالنسبه للبطاطس اضفناها نوع من النشويات، ويحبونها اغلب الاطفال خاصه كبار السن اذا كانت لينه مع الثريد. بالنسبه للثريد ايضا الحلو فيه انه هو عباره عن وجبه، هاي الوجبه غنيه بالسوائل، بحيث انه خاصة في شهر رمضان الناس اللي دائما عندهم يعني دائما فصل يعني فصل الصيف، خاصة في دولة الامارات فصل الصيف يعني يكون حار، فيكون استخدامهم للسوائل في كثير من الوجبات من ضمنها الثريد لان غني بالسوائل، فيعوضهم الجفاف اللي فقدوه اثناء الصيام. ايضا بالنسبة للبطاطس والنشويات الموجودة في الخبز هذه مهمة جدا بالنسبة للاشخاص
اللي حابين يعوضون نفسهم عن النشويات نعم. اللي فقدوها أثناء الصيام. أيضا دائما في كل تقريبا يوميا أغلب العوائل هنا في الإمارات أو الشعوب الموجودة تستخدم في شهر رمضان الثريد هذا بشكل يومي لأنه نعم. يعوضهم بالسوائل اللي فقدوها. أنا ضفت هلأ الجزر والكوسة، هضيف الباذنجان، تمام، نتركها تقريبا فترة 20 دقيقة أو 15 دقيقة بس نتأكد إنه الخضار كلها استوت جاهزة للسكب. احنا ضفنا بعد الباذنجان، والباذنجان معروف انه اصلا في اليافة جدا عالية تفيد الناس اللي هم محافظون على اوزانهم عشان ما تزيد عندهم فترة الصيام او في رمضان زياد يعني تزيد اوزانهم. نفس الخضروات اللي استخدمناها حتى الكوسة اللي استخدمناه بعد مفيد للاشخاص اللي حابين ينزلون اوزانهم في شهر رمضان وانه عندهم خطة انهم ما يحاولون الوزن يعني السعرات تزيد عندهم. فكثرنا وايد من الخضروات، كثر معناته انه كثرنا من الفيتامينات والمعادن الموجوده في هالخضروات. احنا بنقدر نغطيها لمده ربع ساعه على نار هاديه، الصلصه كلها تتمازج مع بعضها اوكي، والدجاج يستوي وينضج كامل اضافه للخضار. وبهالوقت هذا احنا ممكن نحضر الخبز، الخبز ونفتت الخبز مثل ما قلنا بالضبط ان شاء الله. هيك تقريبا صارت وجبتنا جاهزة. جاهزة السكت. انا اوريدي طبعا شوف شلون الصلصة صار، شوف لونها كيف صار متماسك تقريبا متماسك والوانها بعدها يعني ألوانها. الخضروات موجودة يعني نعم. الوانها نعم. اذا انا عندي اوريدي هون الخبز جاهز، حطيت خبز الرقاق في الصحن ونبلش نسكب الخضار مع الصلصة لين ما تتشرب. نسكب الخضار مع الدجاج لين ما الصوص طبعا تتشرب. تمتاز مثل ما قلنا احنا هذه الوصفة بانها وصفة غنية بالسوائل فتعوض الاشخاص عن الجفاف اللي صارهم خلال شهر رمضان او خلال الصيام. الشيء الثاني عندنا بالنسبة أنها معروفة أنها مشبعة لأن فيها كمية كبيرة من الخضروات والخبز هذا الموجود فيها واللحم فسهلة الهضم وبالتالي تكون يعني إحساس الشخص لما يتناولها بالشبع. نعم. وتعتبر وصفة شو متكاملة؟ وصفة متكاملة، وجبة متكاملة نقدر ناخذها. في ناس كل يوم تتناولها على الإفطار والوجبة فعلا كثير غنية يعني وفيها فتكون ممكن طبق رئيسي، فيها الخضار وفيها الخبز وفيها الدجاج ممكن تعتبر طبق رئيسي نستخدمه. وفي نفس الوقت اعتادوا العرب يعني بشكل عام ان اكرام ضيفهم بهذا الطبق الرئيسي اللي هو الثريد. في نفس الوقت لانه في مغذيات جدا ممتازة من الفيتامينات والمعادن عن طريق الخضروات المضافة فبتلاقيها حتى للأطفال في نموهم أو احتياجاتهم الفيتامينات تعوضهم هذه الوجبة. نضيف لها شوية كزبرة. وبكذي ننهي حلقتنا اليوم بطبق الثريد متنوع من الخضروات وفي بروتين وفي نشويات وبالتالي أنه سهل الهضم ايضا. قديش فيه سعرات حراريه؟ تقريبا هاي السعرات الحراريه لكل وجبه تعتبر تقريبا 552 السعرات الحراريه، 25 من الدهون، اما بالنسبه للنشويات 47 جرام من النشويات، بالنسبه للبروتين تقريبا في حدود ال 34 جرام من البروتين. وجبه غنيه يعني وجبه غنيه جدا من البروتين والنشويات. ايوه كافيه لكل الاشخاص. اذا شكرا كثير لكم متابعينا ونختم حلقتنا اليوم. وعليكم بالعافيه. بالعافيه.